ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق أسرة في مدينة الكسوة بريف دمشق. إرهابي يذبح أخته مريم رابعة البالغة من العمر 50 عاما بعد أن ذبح ابنها زهير ناصر أمام عينيها. هي مشاهد صادمة ومؤلمة جدا، قد يتصور البعض أنها لا تحدث حتى في الغابة، لكنها تحدث اليوم بأيدي أصحاب فكر ظلامي أشد وحشية من الذئاب والضباع. المجرم محمود رابعة زعيم مجموعة إرهابية مسلحة ساءه رفض شقيقته وأولادها حمل السلاح ضد وطنهم، فقاده حقده الأسود إلى ذبح ابن شقيقته زهير إبراهيم ناصر أمام عينيها، ومن ثم الشقيقة بالذات، واختطاف آخر بعد أن كان اختطف ثم أحرق ابنها الصغير بالزيت. أنا اسمي ناصر من الكسوة، أنا موظف الدولة، عرفت علي؟ وأكثر من 4-5 شهور أيام الأحداث قالوا لي يا بتنشق عن الوظيفة يا أما نقتلك أو نحرقلك بيتك. حرقوا لي بيتي أول مرة ونزلت على جرمانة سكنت، رجعوا هلا من مدة أسبوع أخذوا أخي وخطفوه وضربوه، جبناه على المشوار، رجعوا هلا من يومين ثلاثة كمان ضربوا أخي الثاني حرقوه بالزيت. ردوا اليوم الصباح صار بصبح ضربوا امي ذبحوه على الخالص واخي الثاني كمان ذبحوه. واللي قتلهم ما حدا غريب يعني خالي. خالي من هاي المجموعه كان بالعراق ما صار غير سنتين نازل لهون. بدي يعني انا يا انشق اجي لعنده يا اما تذبح العيله كلياتها. انا اسمي باسل ناصر. خطفوني من شهرين وحرقوني واليوم قتلوا امي واخي. لاني ما عم شارك بالاعمال المسلحه معهم. الإرهابي محمود رابعة عاد من العراق منذ عامين ومطلوب للعدالة بجرائم مختلفة،